في الدوري العام مع احترامي برضو للنتائج الاخيره مستواه زي اي فريق عادي جدا، يعني لو ما حدش يعرف ان ده النادي الاهلي او التيشيرت الاحمر هقول فرقه عاديه. في افريقيا المستوى مش عالي قوي بس احسن من الدوري بس بيكسب. ثواني، مش فرقه عاديه زي النادي الاهلي؟ ازاي فرقه انا عادية؟ شايف كده من وجهه يعني نظري. ماشي، ما انت بتقول فرقه عاديه، دي وجهه نظري انا. لا، ما لازم انا برد علشان ترد على ايه؟ فرقه عاديه بشير رمضان النادي الاهلي. دي وجهه نظرك انت. انا بتكلم عن وجهه نظري انا، اسف. ايوه، على ايه؟ انا شايف الفتره الاخيره في الدوري العام بقول فرقه عاديه في الدوري العام الاداء مستوى السنه دي، فرقه خسرانه وتكسب وتتعادل وتكسب يبقى فرقه عاديه. هو مفيش بطل بيكسب في الدقيقه 97 93 النادي الاهلي برضه مع احترامي، يعني هو ده النادي الاهلي يا بشير. والله كابتن ياسر انت حضرتك ليك وجهه نظرك وانا وجهه نظري، فانت ما تحجرش عليا. اتفضل، يعني انت حقك قول انت عايزه. اتفضل، ما هو ده فوت. وانا برضه نفس الفوت. مش حاجه، هو راجل بيعلق وانت من حقك تعلق برضه. نفس القصه، هو لم يحجر، هو بيعلق على كلامك وانت تعلق على تمام. مفيش مواد تعلق بقى. ما انا اخلص كلامي قول اللي حضرتك عايزه يا كابتن. اتفضل ماشي. فهو مختلف تماما زي ما انا قلت، مهيب في بطوله افريقيا بس. يعني انت شايف ان الاهلي فرقه عاديه؟ في الدوري المصري في الفتره الاخيره؟ طبعا عادي جدا، بس طبعا النادي الاهلي بيلعب باسم النادي الاهلي، يعني اسمه لوحده بيخض. مش خلي بالك النادي الاهلي اللي هي الفرقه العاديه لو كسب ماتشات المؤجله هيبقى رقم واحد، هيبقى الاول. هو لو ما كسبش ماتشات المؤجله هيبقى هياخد الدوري برضه. هياخد الدوري، وياخد دوري، مش رقم واحد، هياخد الدوري. طب دي انت بقى انت بتتكلم عشان اسمه النادي الاهلي. طب يعني انا مش، يعني انا قلت لك يبقى النادي مش عادي، يبقى مش فرقه عاديه. كابتن ياسر خلص كلامي يا كابتن. انا بقول لك والله خلص خالص زمان. يبقى الاهلي مش فرقه عاديه، نهدى بس. يبقى الاهلي مش فرقه عاديه مستوى كوره. ما انت بتقول في الاخر هياخد الدوري. هياخد الدوري عشان اسمه النادي الاهلي. أو يعني النادي الاهلي. عشان اسمه النادي الاهلي. عشان اسمه النادي الاهلي، عشان كل حاجه بتتعمل النادي الاهلي. هي بالاسماء. باسماء طبعا. طب ما الزمالك اسم كبير. لا، مع احترام الزمالك لو فعلا زي ما حضرتك بتقول كده كان متوفر له حاجات كتير قوي 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 فرقت معاه ونفعته في الدوري، حاجات كتير كتير. لكن للاسف لا طبعا، يعني احنا دايما بنحس ان احنا كزملكاويه يعني وكناس زمالك ان دايما في حاجه مش طبيعيه بتتعمل ضد الفريق ده. طب ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. طب هو ليه الاهلي ما خدش الدوري السنه اللي فاتت والزمالك اللي خده؟ انا برضه هرجع اقول اهو، وقلت الكلام ده لو جبت لي حلقه قديمه اقول لك. لا، النادي الاهلي اللي خسر الدوري مش الزمالك اللي خد الدوري، النادي الاهلي اللي خسر. النادي الاهلي لو كان كسب ماتشاته اللي كانت باقيه له او متاجله له او الفارق خد الدوري. والزمالك يعني الزمالك كل اللي عمله ان هو كمل ماتشاته العاديه خالص. ممكن ده يتكرر السنه دي؟ والله مش باين.